كتاب الله المنزل لكل خلقه وليس لنا وحدنا. جاء لإصلاح الإنس بس؟ قبيلة واحدة؟ أمة واحدة؟ أبدا، ده جاء للعالمين، وده جانب خطير. بل رب العباد يحكي لنا عالم هو في حقنا غيب، عالم الجن. قضية التشريع هذه كانوا يتابعوها مع كل الأنبياء، يتابعوه ويعلموها يقينا، أقول يقينا، بل كان لهم يعني مكانة عالية يبلغونها. قبل نزول القرآن كانوا يصعدون إلى السماء الدنيا ولهم مجالس فيها، ينتظر خبر صادق يسمعون عن أخبار أهل الأرض أن مطر مثلا ينزل يوم كذا في بلد كذا، فيلقي بعضهم البعض الخبر حتى يصل للكهان معلومة صحيحة، وكما بين النبي معها 100 كذبة، فيصدق الناس أن الكهان يعلمون الغيب وأن الجن يعلمون الغيب وأشاعوا هذا في الخلق على مدى التاريخ كله حتى نزول القرآن على نبينا. فلما نزل القرآن إلى السماء الدنيا إذا برب العباد يحجب السماء عنهم بكاملها، ما فيها فراغ، ما فيها فراغ يستطيع جن أن يصعد إليها. لذا يقول تعالى على سنة الجن: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت، وانظر العبارة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا قبل هذا التاريخ نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أليس هذا تغيير كوني يا إخواني؟ كيف غير نظام السماء كله وحجب الجن كله حفاظا على هذا الكتاب؟ ملئت حرسا شديدا وشهبا، كل من يحاول اختراق شهاب، فأتبعه شهاب ثاقب دمره.